وانه ايه الطريقه الامثل اللي ممكن يلعب بيها موسيماني؟ برضو حضرتك يعني ليك مسيره في التدريب وليك فكرك، وبسال حضرتك من وجهه نظرك. لا وبس النهارده لو حتى كان في مباراه المقاولين والاسماعيلي، تالي يمكن المقاولين كان فايز 1-0 في الاخر دقائق يمكن قبل ما ادخل الاستوديو. المقاولين النهارده في دوافع عنده عاليه جدا برضو. المقاولين السنه اللي فاتت كان في مركز متقدم، يعني كان بيلعب في المركز الرابع، النهارده لسه ترتيبه في الجدول لسه برضو ما. فطبعا يمكن الكابتن عماد النحاس ممكن برضو من النوع اللي عنده حته الهجوميه، برضو عنده بيهاجم وعنده هيضغط من قدام وكل هذه الامور، فالجيم يبقى مفتوح بعكس البنك الاهلي زي ما قلت لك، بعكس وادي دجله انه برضو يعني عارف خطوره النادي الاهلي ومفتيح النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده شوك هجومي عالي جدا وسرعة جدا وبيسجله. فالمقاولين بيلعب باستراتيجيه ان هو برضو ايه جيم مفتوح او جيم النهارده فيه ضاغط. فانا شايف النادي الاهلي، برضو لازم يستفاد من الضغط، الامامي على خط ظهر المقاولين عشان يستفاد. اذا كان هناك اخطاء ممكن يستفادها، ممكن يخلي فرقه المقاولين دائما في منطقه الدفاع يعني. طب يعني من وجهه نظر حضرتك التشكيله مثلا المثاليه لو كل اللعيبه في حالتها الصحيه السليمه يعني توب فورم؟ لا بصي التشكيله برضو مستر موسيماني على فكره لو تيجي تلاحظي هتلاقي التشكيله عنده يمكن فيها ثبات كبير جدا. يمكن مركز الحرب راس الحربة ممكن حصل فيه تغيير الفتره اللي فاتت، ولكن هو التشكيل انا شايف التشكيل اللي بيلعب ده تشكيل مثالي للفرقه يعني. يعني تشكيل مثالي للفرقه يعني، برضو هتلاقي محمد داني، هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الناس اللي موجوده كلها بتلعب، بدري بنان، هتلاقي علي معلول، هتلاقي نص الملعب يانج، هتلاقي برضو حمدي فتحي، هتلاقي كل التشكيله الاساسيه، كل التشكيله الاساسيه هتلاقيها يعني هتلاقيها برضو في الخطوط دي. ولكن اذا كان هناك يبقى تغيير انا شايف ممكن يبقى في جنب من الجنبين ممكن استغلال برضو محمد شريف او طارق.